بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. ونبدأ اليوم بدراسة سنة جديدة من سنن الله عز وجل التي يبينها لنا وينص عليها في محكم تبيانه. هذه السنة هي قراره الذي ألزم به ذاته العلية أن يكرم المصلحين في الدنيا أيا كانوا، كافرين كانوا أو مسلمين، أن يكرم المصلحين. والمراد بكلمة المصلحين فيما سيتبين لنا من نصها في كتاب الله عز وجل أي الذين لا يقترفون الظلم، لا يرتكبون الظلم بكل أشكاله بأي شكل من أشكاله، أي يلزمون نهج العدالة في معاملة ما بينهم. هذا هو المراد بالإصلاح. فالباري عز وجل من القوانين التي ألزم ذاته العلية بها أن يكرم الناس المصلحين الذين يجنحون إلى العدالة والتعامل مع الآخرين حسب موازينها، بقطع النظر عن عقائدهم مسلمين كانوا أو غير مسلمين. أين نقرأ هذا القانون أو هذه السنة؟ ما هي النصوص القرآنية التي تتضمنها؟ نقرأ ذلك في قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى، كلمة القرى ذكرنا أكثر من مرة جمع قرية، وليس المراد قرية المعنى العام المألوف الضيعة يعني، لا، القرية المدينة، كل مجتمع سكاني في اللغة العربية يعبر عنه بالقرية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، عندما يكون أهلها يعني مصلحين، وأهلها مصلحون، جملة وأهلها مصلحون في محل نصب حال. نعم، لاحظوا هذه الجملة القرآنية، كأن الله عز وجل يقول: لو أن الله عز وجل أهلك مجتمعا من المجتمعات وهم ملتزمون موازين العدالة فيما بينهم فهذا مني ظلم. هو هكذا يقول الباري عز وجل. لذلك يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأكد الباري عز وجل هذا في أيضا آية أخرى فقال: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ما كنا مهلكي القرى، المجتمعات السكانية، المدن، في حالة من الحالات إلا لسبب واحد، وهو ظلمهم الذي يشيع فيما بينهم. يعني ليس من أجل العقيدة، ليس من أجل الكفر. نعم. ولعلكم تذكرون ونحن نفسر يوم الخميس القرآن،
مررنا بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر نعم فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. تذكرون المعنى الذي فسرناه آنذاك؟ سيدنا إبراهيم دعا الله عز وجل أن يجعل الأرض التي كان فيها الحجاز أرضا ممرعة معطاءة، وأن يجعلها رزقا موفورا للمؤمنين. الباري عز وجل قال لا، ليش للمؤمنين والكافرين أيضا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، من آمن منهم بدل ارزق أهله، يعني يريد أن يقول أعني المؤمنين بس. فقال له الباري عز وجل لا ليش، ومن كفر أمتعه قليلا في دار الدنيا، بعدين يوم القيامة العقاب مو في دار الدنيا، عقاب يوم القيامة. طيب إذن هذه الآيات وأيضا آيات أخرى في القرآن كلها تتضمن النص على سنة ألزم الله عز وجل بها ذاته العلي. وكلمة سنة في القرآن مصطلح بمعنى القانون، بمعنى القرار الذي اتخذه. نعم. إذن هذا الذي يقوله الباري عز وجل عرفنا أنه يدل على سنة ألزم الله بها ذاته العلية. على ما يدل أيها الإخوة؟ يدل على شيء سبق أن ذكرناه في سنة مضت، لكن هذه السنة تزيد ما قد قلناه تأكيدا. يدل ذلك على أنه لا يجوز أن يساق الكافر إلى الإيمان عنوة قصرا، بحيث إذا لم يستجب لهذا السوق يقتل. يجوز ذلك؟ هذه السنة التي بينها لنا الباري عز وجل أوضح أن هذا غير جائز، لأن الباري عز وجل ألزم ذاته العلية أن يمتع الكافر كالمؤمنين في دار الدنيا بكل ما يتمتع به الإنسان المؤمن. نعم. وأما الجزاء الذي قد يستحقه هذا الإنسان سواء جزاء إيجابي أو سلبي فميقاته يوم القيامة. فمن قال إن على المسلمين أن يلاحقوا الكافرين فيلزموهم بالدخول في الإسلام عنوة مخطئون ومخالفون أو متعامون أو متجاهلون لهذا القانون أو لهذه السنة الربانية التي ألزم ذاته بها، ولأن رب العالمين فعلا قال لنا نعم لاحقوهم هؤلاء واحملوهم حملا على الإسلام، طيب إذن لكان ذلك منافيا لقوله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صار في مناقضة حادة، وبيان الباري عز وجل لا يلحقه خلف. ليس في نصوص كتاب الله عز وجل ما يناقض بعضه بعضا بشكل من الأشكال. على أن بينا أيها الإخوة، وأرجو أن لا ننسى أن إجبار إنسان على معتقد أيا كان لا يتأتى، هذا من الأمور التي لا يقوى عليها الإنسان أيا كان، لا نبي لا رسول ما في أحد ولا ملك. نعم. الإنسان يستطيع أن يلزم الإنسان في مظهره، يلزمه بقول، يلزمه بسلوك، يلزمه بانبطاح،
ينزله بفرار، ينزله بكلمة. أما أن يستطيع الإنسان أن يدخل إلى قلب شخص فيلوي معتقده ويلزم قلبه بأن يتبنى معتقدا غير المعتقد الذي يتبنى، هذا لا يتأتى. واضح؟ وتذكرون الدليل على ذلك من كتاب الله، ما هو الدليل؟ هل تذكرون؟ أيوة نعم، لا إكراه في الدين. قلنا إن لا نافية وليست ناهية، لا إكراه في الدين أي لا يتأتى إكراهكم لأحد على الدين أيا كان، لا يتأتى ذلك، لأن الدينونة ليست باللسان وإنما الدينونة باليقين القلبي، واليقين القلبي ليس لك سلطان عليه، هو ولي أمره. نعم الباري عز وجل لا يستطيع. نعم، وإنما مهمتك أيها الإنسان ومهمتكم أيها الرسل والأنبياء أن تبينوا وأن توضحوا وأن تناقشوا وتحاوروا، بس هذا. نعم أوضحنا ذلك. طيب، قد يقول قائل، وأظن فينا من قد سأل هذا السؤال من فترة، طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا أهلك الله من أهلكهم من الأمم السابقة؟ وكثيرون الذين حدثنا البيان الإلهي عنهم أهلكهم عندما بعث إليهم الرسل فلم يستجيبوا فأهلكهم، إذن أهلكوا بسبب ذنوبهم. وأنت تقول إن السنة الربانية والقانون الإلهي يقول إن الله لا يهلك أمة من الأمم أو مجتمعا من المجتمعات إلا بسبب الظلم الذي يستشري فيما بينهم، أما بسبب المعتقد فقط لا. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب هو أن الله عز وجل أوضح لنا إجمالا وتفصيلا أنه إنما أهلك من أهلكهم بسبب الطغيان لا بسبب المعاصي والذنوب والكفر الذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فرعون وقومه أهلكهم الله بالطغيان، نعم أليس كذلك؟ كانوا يذبحون الأولاد، والجرائم التي ارتكبها فرعون وجماعته كثيرة. عاد أهلكهم الله بالظلم، وأما عاد فأهلكوا بالطاغية، الطاغية مصدر يعني بالطغيان أي الظلم. ثمود كذلك، نعم أصحاب الأخدود كذلك. طبعا أنتم تقرأون يمكن قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثمود كذلك، ما من أمة أهلكها الله عز وجل إلا وكان سبب إهلاكه لها الطغيان. نعم باري عز وجل ماذا يقول؟ يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. لاحظوا الكلام عجيب، ولا تطغوا فيه يعني لا تجعلوا نعمتي التي أسديتها إليكم سببا للطغيان والعتو والظلم وما إلى ذلك، لا لا، إن فعلتم ذلك فلسوف تنقلب النعمة نقمة ولسوف تنالون عقابا قاسما لا يوم القيامة بل في دار الدنيا. إذن عودوا إلى قصة الأمم والمجتمعات التي أهلكها الله عز وجل، تجدون أن الله عز وجل إنما أهلكها بسبب الظلم
الذي انتشر فيما بينها، وفعلا أنواع الظلم التي استشرت فيما بينهم شيء عجيب وغريب. كان المجتمع الإنساني آنذاك كلما ازداد قدرة وتمكنا على الأرض ازداد عتوا. نعم، هنالك مجتمعات لم تبلغ الحضارة الموجودة إلى الآن شأوها الباسق أبدا. لا لا، باري عز وجل ذكر لنا ذلك: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم، باري ذكرها ذلك. طيب لماذا أهلك؟ لأنهم كانوا يجنحون إلى معتقد خاطئ فقط؟ لا، وإنما أهلكهم بسبب الظلم الذي جنحوا إليه. يعني الكتب التي نعم تبسط الحديث عن واقع هذه الأمم وما أرسل إليها من الرسل والاستكبار ثم الظلم، ثم كثيرون هم الذين قتلوا الرسل والأنبياء، كثيرون من الأنبياء قتلوا على أيديهم. نعم. سؤال ثاني يرد: قد يقول فيكم قائل أنت قلت إن الذين لم يعرفوا الله عز وجل وقدموا إلى المجتمعات الإنسانية أعمال إنسانية جليلة لكنهم لا يعرفون الله ولا يؤمنون به، فليس من الحتم على الله أن يكرمهم بأجر على ذلك لأنهم لا يبتغون هذا الأجر. تذكرون هذا الكلام الذي قلناه؟ جواب كان عن سؤال. نعم، كثير ناس بيقولوا أنه يا أخي في ناس صحيح غير مؤمنين بالله لكن والله تركوا خدمات جلة للإنسانية، هذا الكهرباء، التليفون، هل إلى آخره. يعني هدول الله عز وجل ما بيشيلهم؟ وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. تتذكر الكلام اللي قلنا؟ قلنا القانون بيقول الأجير يأخذ الأجر الذي طلب، وما ينبغي أن نلزمه بأجر غير الذي طلب، ما هيك؟ فهذا الذي قدم لنا هذه المخترعات الإنسانية الرائعة ينبغي أن نكرمه فعلا، لكن نكرمه بالأجر الذي يطلب. إذا قلنا له إيه والله أنت بتستحق الجنة، الباري عز وجل ربي يضحك علينا أو بيسخر أو بيقول لا تضحك علي، أعطيني أجرتي، أعطيني كذا، مو هيك؟ فالإسلام يقول هذا ظلم، نعطيه الأجر الذي طلب. هو غير مؤمن بالله، ما دام غير مؤمن بالله لا ينتظرن أجرا ممن لا يؤمن به. طيب هون أنت عم تقول أن هؤلاء الناس الذين عاشوا فوق هذه الأرض في هذه الحياة الدنيا جاهدين غير مؤمنين بالله لكن الباري بيكرمهم. طيب ما أنت قلت أنه هذول ما بيعرفوا الله وما عم ينتظروا الأجر من الله عز وجل، ليش بقى لحتى يجازيهم؟ السؤال واضح؟ هذا السؤال أنا بفترض أنه عم ناخذ ونعطي لأنه نفتح باب السؤال بنفتح باب ما له نهاية، لكن أنا بفترض أي سؤال ممكن قد يخطر في البال فعلا هذا بيجي سؤال علي. أنت قلت قبل عدة دروس أن الذي لا يؤمن بالله ليس أهلا لأن يكرمه الله لأنه غير مؤمن بالمكرم، غير مؤمن بهذا المكرم. واليوم عم تقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طيب وعم تقول سيدنا إبراهيم لما قال لربه نعم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم إلا الباري ومن كفر. طيب هذا بيتناقض،
ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، هذا الذي يكرم الله به الأسرة الإنسانية جمعاء ليس مقابل عمل إنساني قدموه أو لم يقدموه، واضح كيف؟ ليس أجرا على عمل إنساني قدموه أو لم يقدموه حتى يأتي الإشكال، وإنما هو تنفيذ لقراره القائل، وهي سنة أخرى سنتحدث عنها، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هل هذا خاص بالمؤمنين؟ بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم ليس أجرا على سلوك، وإنما هو تكريم ذاتي من الله عز وجل لهذه الخليقة، تكريم لهذه، شاء الله عز وجل أن يكرم هذه الخليقة بهذا الذي قال إجمالا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب بعدين شو قال؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أظن الجواب صار واضح. يعني الإشكال إمتى بيكون؟ إذا قلنا إن هؤلاء الكافرين يكرمهم الله بسعادة الدنيا ونعيمها لأنهم يمارسون العدالة جزاء على تمسكهم بموازين العدالة، وهن ما بيعرفوا الله، مو مشانوا عم يتمسكوا بموازين العدالة، الإشكال وارد أكيد، لكن ماذا نقول؟ الباري عز وجل منذ أن خلق هذه الأسرة الإنسانية، منذ أن أوجدها قبل أن يختار كل فئة من الناس نهجا سلوكا معتقدا، قبل كل ذلك قضى بأن يكونوا مكرمين، قضى بأن يسخر لهم ما في السماوات والأرض، قضى بأن يجعل الأرض التي يجوسون خلالها كنزا لمدخرات يحتاجون لها ويتفننون في التنعم بها، قضى بأن يكرمهم قبل ما يسلكوا المسالك السليمة أو غير السليمة، واضح كيف؟ إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طيب، لكن هذا القرار الذي قضى به الله عز وجل القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قرار عام في استثناء. شو هو الاستثناء؟ يستثنى الظالمون، هذا الاستثناء، الناس الذين يتظالمون، الذين يتظالمون ولا يلتزمون بموازين العدالة، هدول مستثنين من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، واضح كيف؟ ولذلك حاق الهلاك بأولئك الطغاة الظالمين الذين عتوا وأفسدوا في الأرض وإلى آخر ما هنالك. نعم، إذن الجواب أصبح أيها الإخوة واضحا. طيب، نحن أذكركم بأن هذا الذي قلته الآن جواب مؤكد للسؤال الذي لا يزال يتكرر ثم يتكرر، يعني بيتكرر وأنا بعرف لسه بده يتكرر، هلا بس جاوب كمان بده يتكرر. السبب
أن الذين يسألون يركضون يمينا وشمالا في البحث عن الانتقاد، ولكنهم لا يتحركون ولا مثقال ذرة لمعرفة الجواب. يعني أن هؤلاء الذين يستشكلون، هل تتصورون أنهم يمضون من حياتهم كلها في كل شهر ساعة ليرجعوا ويتأملوا في كتاب الله، في سنن الله؟ لا، يفرون من الجواب ويلحفون في السؤال. يعني بيركضوا حتى يسألوا، بعدين بيهرم مشان حتى ما تقدر تلحقه وتحكي له الجواب. نعم، واضح كيف؟ هذا يذكرني بقصة تروى عن الإمام النووي، الإمام يحيى بن شرف الدين النووي، الذي نقرأ ورده في كل خميس بعد العشاء، كان يدرس في دار الحديث هنا، وثم توفي في قريته نوى. كان يمشي يوم من الأيام في طريق، نعم، ويبدو أنه كان يلبس قلنسوة يعني تلفت النظر جميلة. مر به إنسان سفيه يبدو كذا، أخذ هذه القلنسوة من رأسه وفر بها. الإمام النووي كان ورعا وكان فقيها وكان لطيفا جدا، لحق بهذا الهارب، لحقه يقول له: يا هذا وهبتكها قل قبلت، وهبتكها وهبتكها قل قبلت. واضح هو يعني فر بها ليرتكب الوزر، ولم يلتفت ليتخلص من الوزر. نعم، هو الإمام النووي بده يقول له: نعم قبلت، لحتى تتحول المسألة من سرقة وغصب إلى هدية. نعم، فهؤلاء فعلا يفعلون كما فعل ذلك الذي، نعم، أخذ هذه القلنسوة من رأس الإمام النووي. لكن بيجوا بيسألوا بعدين بيهربوا، ما تعال اسمع الجواب. لا، نعم، لأنهم يريدون أن ينثروا المشكلة وأن يغرسوها في عقول الناس، ولا يريدون أن يعالجوها. وكم في الناس من يريد الإفساد لأنه يعشقه، ولا يحب الإصلاح لأنه يكرهه. نعم، ما هو السؤال؟ أنا بتقولوا أنه نحن عم نرتكب معاصي وكذا، ولذلك الله عم يبتلينا وإلى آخر ما هنالك. طيب يا أخي، هاي دول الغرب، هاي أوروبا، هاي كذا، إن كفار مو بس معاصي، ومستغرقون في حمأة الفسق والآثام كلها، وحياتهم كلها بزاخ وتراب ونعيم وأمن وطمأنينة. نعم، هذا سؤال يمكن وجهت به أكثر من 10 مرات. نعم، يا ترى هؤلاء الذين حاولت أن أجيبهم هل اقتنعوا؟ هو يفر من الاقتناع، لو أصغى السمع لاقتنع، لكنه لا يريد أن يقتنع، هو يريد أن يتاجر بهذه المشكلة. أظن أن الجواب واضح أو اتضح من خلال هذه السنة التي ذكرناها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لما بيكون بينات بعضنا البعض في ضمان اجتماعي، في رعاية للحقوق، في سهر على الحقوق وما إلى ذلك فيما بينهم، فيما بينهم، نعم، يقول البريء أنا ما يعني ما بسيء لهم. عقابهم على الكفر يوم القيامة، مو الآن، عقابهم على الكفر يوم القيامة. نعم، لكن الناس الذين يظلمون منهم ويبغون في الأرض فسادا، الباري عز وجل بيعاقبهم بعد أن يستدرجهم. يعني مو شرط أول ما شفناه أم يجنح إلى الظلم والإساءة وما إلى ذلك، رأسا نلاقي أنه الله سبحانه وتعالى، نعم، دمرهم. لا، الباري عز وجل قال، نعم،
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. لكن هذه سنة أيضا من سنة رب العالمين التي سندرسها في بيان الله عز وجل. إسرائيل عم تظلم، عم تطرد الناس من بيوتها. نعم، لا يقول أن قائل ها هي ذي ترتكب الظلم أشكالا وأنواعا. أين هي سنة رب العالمين التي درسناها الآن أن الظالم ربي به الكون؟ الجواب به الكون، جاي ميقات ذلك، لكن لا أنت ولا أنا ولا الرسل ولا الأنبياء يعلمون ميقات ذلك. واضح كيف؟ لأن يهود أفسدوا قبل هذا إفسادا ذريعا، وظلموا وفسكوا وفسدوا. نعم، وامتد بهم الأمر ما شاء لا أدري عدد السنوات، لكن الباري أخذهم أم لا؟ سلط عليهم بغتة نصر. فإذا جاء وعد أولاهما الإفساد الأولاني، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يا ترى بتتوبوا؟ يا ترى بترجعوا؟ يا ترى؟ نعم. إذا رأينا من يبطش ومن يظلم واستعجلنا وقلنا طيب صلوا 10 أيام عم يظلم، صلوا 10 سنين عم يظلم، طيب لإمتى؟ لا، نعم، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي القوانين فلا تستعجل. هكذا يقول الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ومع ذلك فربنا سبحانه وتعالى من شأنه أن يستدرج وأن يعني يمهل ولا يهمل، وآيات الاستدراج كثيرة في كتاب الله وكل شيء. نحن عم ندرس سنن الله عز وجل في عباده، وستستبين هذه السنن كلها إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن بعد هذا، وإن كان الوقت يضيق، لكن إلى مقدمات السنة الأخرى التي نذكرها التي نحن بصدد شرحها، ونرجع الشرح بجزء الحلقة الجاية والحلقة اللي بعدها كمان. من سنن الله عز وجل قراره بأن السكوت على المنكرات نذير فساد. السكوت على المنكرات نذير فساد، هكذا قضى الله عز وجل. هذه سنة يعني قانون. تعالوا ننظر إلى هذا القانون، من أين نستطيع أن نأخذه؟ طبعا لما بنقول قانون، أولا نأخذه من القرآن، ثانيا من الصحيح الوارد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النصوص القرآنية التي تدل على هذه السنة دلالة واضحة ومخيفة قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا قالوا شو العصيان شو الاعتداء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالباري عز وجل يخاطبنا، طيب ليش عم يخاطبنا بهالموضوع؟ حتى نحن نعرف ناخذ على راسنا ونعرف ما نعمل مثلهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأريد أن أقول لكم بين قوسين حتى كما ما يجي اعتراض، لعن ممانة أهلكم الله بسبب كونهم ما يتناهون، لعن اللعن هو الطرد من رحمة الله يوم القيامة. واضح كيف؟ أيضا مما يدل على هذه السنة الربانية
قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني اللي عم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر نجيناهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهذا طبعا في مجال المؤمنين مو بالمجتمعات الكافرة، حتى ما حدا يخطر بباله سؤال يقول ها مجرد كونهم ما عم يمروا بالمعروف الله عم يهلكهم، وين قلت لي إذا ما ظلموا ما بيهلكوا؟ هلك هذا كلام هذه السنة وين الباري ألزم ذاته فيها؟ بالمجتمعات الإسلامية. أما في المجتمعات الكافرة أصلا هم مكلفين أن يأمروا بالمعروف عن المنكر، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. واضح كيف؟ وأوضح من هذا تفسيرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، من ذلك ما يرويه البزار والطبراني في الأوسط وبسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب قلما كان يروي حديثا عن رسول الله خوفا من الكذب عليه، كثير كان يعني محتاط. والترمذي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. هذا قانون، لتأمرن بالمعروف بدكم تأمروا بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. أيضا حديث آخر نرويه الطبراني ويرويه الإمام أحمد وآخرون أيضا بسند صحيح، يقول: إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة، لا يعذب الخاصة يعني مثل حكايتنا بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه. عندما يتم هذا إذن يعاقب الله الخاصة بذنوب العامة. إذن عرفنا أن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. هذه السنة أيها الإخوة هي التي تفسر قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كثيرا ما سئلنا عن هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول قائل: يا أخي شو ذنبهم هذول؟ إذا كان في ناس ظلموا طيب ليش حتى الفتنة يصيب رشاشها التانين اللي ما ظلموا؟ هذه السنة الربانية هي الجواب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان قائلا يقول: كيف يا ربي إذا أنت بدك تهلك الخاصة بذنوب العامة؟ طيب ما السبيل؟ السبيل هو أن تعلمون هذه السنة. أنا لماذا أهلك الخاصة بذنوب العامة؟ لأنهم يرون المنكر ويسكتون، يرون المعروف غائبا ويسكتون، ويتاح لهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ولا ينهضون بهذا الواجب. عندئذ هم شركاء، شركاء في الباطن ولو لم يكونوا شركاء في الظاهر. هنا ما شاء الله كان بيروحوا بيصلوا بيروحوا بيحجوا كل سنة والمسبحة بإيدهم وبيجلسوا مثل هذه المجالس، لكنهم يحجمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فعندما يحجمون والمنكر يكسر إذن أصبح الخاصة بحكم شركاء مع العامة. هذه السنة فيما يتعلق بتصورنا لها في بادئ الأمر. والواقع أن هذه السنة أو هذا القانون من أخطر القوانين التي تتعلق بنا نحن،
نحن أقصد نحن الذين يخيل إلينا أننا مستقيمون ما شاء الله، وأننا إنهم لا نقصر في شيء من واجباتنا التي كلفنا الله عز وجل بها، وأننا نقوم بواجب الدعوة الإسلامية وتعريف الناس بالإسلام. وهذا ربما يزيد البلاء شدة، يعني مو بس نحن مقصرين، مو بس مقصرين ومنعترف بالتقصير، لا مقصرين وشايفين حالنا نحن وش البسطة، شايفين نحن أنه الله سبحانه وتعالى بده يرحم هذه الأمة بنا هيك يعني. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كلف الله عز وجل به عباده جميعا، كل كما سنشرح الآن حسب قدرته وحسب إمكاناته، فإن تقاعسوا عن هذه المهمة كان البلاء نازلا بهم جميعا. طيب، هنا أيها الإخوة نقول، هل إنكار المنكر يكون باللسان أم يكون بالجهاد؟ يكون بامتلاخ المنكر بالوسائل العملية؟ كيف يكون إنكار المنكر؟ الواقع أنه إنكار المنكر يكون باللسان ويكون أيضا بالجهد العملي. شفت واحد عم يرتكب منكر، بتروح بتسلك الوسيلة اللي بتخلي هالمنكر يغيب. كمان في وسائل أخرى مقاومة صاحب هذا المنكر إذا أصر على إنكاره. لكن هذه السبل هل يستطيع كل الناس أن يمارسوها جميعا؟ شايفين كيف؟ يعني هل كل واحد بيقدر ينكر المنكر بلسانه، بيقدر ينكر المنكر بيده، بيقدر ينكر المنكر بمقاومته لمن يصر على المنكر؟ لا. علماءنا علماء التفسير عند حديثهم عن هذه السنة أفاضوا في الكلام، وخير من شرح وأوضح الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. نعم، قال: أما عامة الناس فمكلفون بالقيام بهذه المهمة بألسنته، ولا ينبغي أن يتجاوزوا ذلك قط. يعني إذا رأى واحد منهم منكرا يقف أمام صاحب هذا المنكر ويذكره بأن هذا غير جائز، وأن عليه أن يقلع عن هذا المنكر. نعم، بلسانه. وهنا يذكر العلماء والإمام الغزالي يفيض في هذا الأمر، هذا في الجزء الأول من كتابه الإحياء: ينبغي أن يمارس جهد استطاعته اللطف في الإنكار، يمارس جهد استطاعته، ويبين أن السر الذي ينجح به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ليس البطش اللساني، وإنما اللطف القلبي والإشعار هذا المنكر لصاحب المنكر أنه شفوق عليه وأنه محب له. نعم، بهذه الطريقة ينبغي أن ينكر. وهنالك آداب أخرى، يعني إذا رأى المنكر أنكره، إذا لم يره لم يغتب صاحب المنكر. ما بيقعد بقى عند عشيبون شفت لكم اليوم واحد عم يعمل هيك وساوى هيك ومدري شو وكانوا عم يعملوا، هي شو اسمها غيبة؟ هي ما اسمها منكر، انت عملت منكر مثله. نعم، لا ما بتحكي. نهار التاني بتروح لعند منه بدي علي الباب، ممكن يشرب فنجان قهوة عند منك، اتفضل اهلا وسهلا يا اخي الكريم، انت جاري وانت صديقي، والله انا بزماني مثل حكايتك كنت تائه، وبعدين ربي سبحانه وتعالى اكرمني، فانا محب لك، هذا عمل اللي شفتك انا عم تمارسه هذا غير جائز، واكيد بدك تندم. وبيحكي هالكلام والى اخره، كتر خيرك بيعمل حاله بيروح، ما بيحكي قدام الناس، ما بيفتل عضلاته، بيقول تعرفوا اليوم شو سويت، حكيت وقمت كذا ونعم، والله ما طلع عند منه لحتى اقلع ولحتى ما ادري شو ساوى. هذا
شرط من أهم الشروط ومنهج من أهم المناهج، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن مارسنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الطريقة، هذا أول شرط، لوجدنا أن مجتمعنا غير هذا المجتمع تماما تماما. يقول الإمام النووي، الإمام الغزالي، هذه القصة ونختم بها درسنا، يقول رجل من الدراويش يعني لسبب ما، لمناسبة ما، دخل مجلس هارون الرشيد، رأى في المجلس آلة له عود أظن، وهنالك من يعزف عليه. طيب، طلب هذا الإنسان الفقير المسكين أنه يعني يأخذ هذا العود، لأنه هو كمان ممكن أنه يستطيع يعزف عليه وكذا إلى آخره. نعم، أخذه وضربه أرضا وحطمه. قال له ليش؟ قال له يا سيدي، أنا ذكرت أجدادك الذين علمونا الدين وقالوا لنا كيت وكيت وكيت، وأنت واحد من أحفادهم، وأنا والله أظن بك أن تكون شاردا عن نهجهم، وأسأل الله عز وجل أن يكرمك بأن تكون لا تلقى الله إلا وأنت على شأوهم، على أحسن حال، كذا كذا. وصار ينصح بك هارون الرشيد. قال له خلاص، الله يجزيك الخير، وأعطى عفوا. لا، طلع أرسل هارون الرشيد من يتتبعه، قال له الحقوا، مثل هون الأمن مرات كيف بيتبعوا، شوفوا إذا شفتوا عم يحكي للناس وعم يتحدث وعم يقول شو سوى وشو عمل شو كذا، تعال ارجع، وإذا شفتوا لا والله ساكت وعم يشتغل شغله، أعطيها البدرة فيها مال. فذهب وتم مدة هو يلاحق ويتابع هذا الرجل، درويش بيشتغل بشغلات بسيطة جدا جدا، أدعى شيء بيجيب له درهمين ثلاثة بيتقوت فيه، نهار الثاني كذلك. رأى أنه لم يفتح هذا الحديث لا لغاد ولا لرائح نهائيا. إجا أخيرا قال له والله خليفة بعت هذا المبلغ لك. قال له لا لا لا، أعطيه وقال له أنا غني، وأن الباري عز وجل عم يكرمني، ولست بحاجة إلى هذا، وأعوذ بالله أن يكون أمري له ونهي له، نعم، من أجل هذا المال، بكون أنا وقعت بشر من عمله. هذا هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو نحن نجي على المنبر نحكي ونتبرطع ونفت ضدنا وكذا، وهيك لازم نعمل وهيك، وبيكون اللي عم تنهى ما عم يسمعك، يلي عم تنهى ما عم يسمعك. أنا قلت مرة يا جماعة، لكل مقام مقال. لما بشوف حالي بين هالناس التاجر والعامل والفلاح وتاني بحكي لهم إلهم، بتحدث عن منكراتهم، لكن لما بلاقي حالي أمام المسؤولين بتحدث معهم، بتحدث عن منكراتهم، لكل مقام من مقال. أما إذا قعدت هون حدثت عن هذنك المنكرات، رد هنيك حدثت عن منكرات، هذا غلط. نعم، على كل هذا الكلام سنعود فنتابع الحديث فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. طهر يا رب قلوبنا من كل الخواطر، من كل الشوائب، من كل الأدران التي تحجبنا عنك، لا سيما عندما نقف بين يديك في صلاة. يا رب اجعل أوعي قلوبنا أوعي لحبك. يا رب اجعلنا من عبادك الذين يحبونك.
ويحبون عملا يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، اجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من محبة الماء البارد للكبد الظمآن. يا رب اقتم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب أعد الأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه يا رب العالمين. يا رب العالمين اللهم حقق البشارة التي بشرنا بها رسولك صلى الله عليه وسلم، بشر بها الشام وأهل الشام يا رب العالمين. اجعلنا ممن شرفتهم بالمقام فوق هذه الأرض المباركة يا رب العالمين. أصلح حالنا، أصلح اللهم حالنا، أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.